الاتحاد الوطني للنقلين الجاديين والنقابة الوطنية للنقل بالكاميرون يعقدان جمعية عمومية عادية بهدف التنسيق حول الرؤية المشتركة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالنقل بين الدولتين تشاد والكاميرون. في خطابهما كل من رئيس الاتحاد الوطني للنقلين الجاديين ورئيس النقابة الوطنية للنقل بالكاميرون تبادلان الشكر على التعاون المشترك لتذليل بعض العقبات التي تواجه عملية النقل، وأكدا على أنهما يعملان وفق اللوائح الداخلية للعمل النقابي بينهما. كلنا لمينا سوا قلنا من شغل اللجنة نسوي دوكمان واحد لمصلحة هنا كل ترانسبورتر هنا تشاد، هو الترانسبور هو شغل مهم كل الناس عايشين به، لكن اليوم ده الترانسبورتر إنه صعوبات كتير، فكرنا قلنا شنو نسوي عشان ترانسبورتر ينجو ويلقوا مسألة في أعمالهم. خلال الجمعية العمومية ناقش المشاركون الوسائل الضرورية التي تسمح للنقالين الجاديين والكاميرونيين لتحسين ظروفهم المعيشية من خلال عملية النقل.